بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. في انجيل عشيه في ايه بتقول: كل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. هو الموضوع كان ماشي على الاستشهاد زي ما احنا سمعنا في الانجيل بتاع القداس، اللهم يكون ايديهم ويطردونكم ويسلموكم للمجامع. بلا شك ان ايه ان اولاد ربنا ثبتوا، لكن فيه من هو ما قدرش ان هو يقف، اللي هو كان مش انسان قوي او ايمانه قوي ربنا. لكن ربنا ادانا القوة دي، كل من تبعه وعاش معاه فعلا بتبقى ليه القوة اللي بيشوفها في الوقت ده. يعني اي واحد ممكن يحس ان هو يخاف لو اتحط في وضع الاستشهاد ويترعب، لكن احنا شفنا قدام عينينا وربنا سمح. كنا بنسمع زمان قصص، لكن ربنا سمح ان هي تتصور عشان نشوف نعمة ربنا اللي بتخلي الانسان يقدر يقف قدام السيف ولا سكينة ولا اي حاجة ان هو يتذبح بيها. لكن في الحقيقة القوة دي مش بتيجي في لحظة، القوة دي قوة حياة مع ربنا على طول. يعني اللي يعترف بربنا قدام الناس بأعماله في حياته هيقدر ان هو ساعتها اذا ألقوا ايديهم عليه وحطوا السكين على رقبته هتكون حاجة عادية. ساعات الواحد يفتكر ان هو يقدر ينتصر في المواقف الكبيرة، ودي اللي يبقى عايز يعني يجي الموقف الكبير اللي يظهر بطولته يعني. لكن في الحقيقة اللي مش بينتصر في المواقف الصغيرة عمره ما ينتصر في الموقف الكبير. داود لما شاف جلياط وبعدين قالوا له انت ازاي تقدر تحارب الراجل ده العملاق ده، فقال لهم ان انا كنت قتلت اسد ودب. حاجة بينه وبين نفسه وبين رعيته كده ما كانتش حاجة يعني موقف بطولي كبير قوي كان عمله داود اشتهر بيه، لكن في حياته الخاصة انتصر. وعشان كده لما وقف قصاد جلياط قدر ان هو ينتصر على جلياط. عشان كده في حياتنا احنا مثلا واحد يفتكر انا لو جه الاستشهاد ممكن ان انا اقدم رقبتي وانا ما اقدرش انكر المسيح، لكن في الحقيقة اللي مش هيعترف بربنا في حياته الخاصة مش هيقدر يعترف بيه في وقت تاني ان كان الموقف كبير. يحكى عن اتنين كانوا يساقوا للاستشهاد، وكان واحد كان بيساق للاستشهاد وكان زعلان مع انسان تاني. فالمهم سمع بقى ان هو رايح يستشهد، الانسان اللي هو واحد منهم رايح يستشهد، فالتاني طلع يجري وقال له ايه: سامحني يا شهيد المسيح على اعتبار ما سيكون. ويقول له ابدا مش هسامحك، انا متخصم منك. ويجري يقول له سامحني يا شهيد المسيح، عمال يقرب التاني لساحة الاستشهاد يقول له سامحني يا شهيد المسيح سامحني، يقول له مش هسامحك. وبعدين اول ما وصل للسياف انكر الايمان على طول، لان ما كانش ينفع ان هو يكون مغلوب في الموقف الصغير ده ان يسامح اخوه ويغلب قصاد السيف، فانكر. وساعتها الرجل التاني قدم نفسه واستشهد. الانتصار ما هوش انتصار زي ما بقول لكم في المواقف الكبيره. حياتي الخاصه انا بعترف فيها بربنا ولا لا؟ عشان كده جه في الانجيل بتاع باكر وعشيه الايه اتقالت بطريقتين. يقول كل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا بي قدام ابي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. ويجي في عشيه في باكر يقول
من لا لأن من يخزى أن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد الخاطئ، فإن ابن الإنسان أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته. اللي يخزى أنه يعترف بربنا، ربنا كمان هيستحي، يعني مش هيقدر يقول، يعني يستحي يقول ده أنا أعرفه، ساعتها ربنا إيه ينكره. بولس الرسول قال آية جميلة، بيقول يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. نلاقي حكاية اتحكت في الإبراكسيس عن واحد راجل اسمه زكاوة. الراجل ده كان ليه 7 أولاد وشافوا بولس بيخرج الشياطين، فجمع 7 أخوات دول وعلى راجل كده وقالوا له ايه زي ما بيقول بولس باسم يسوع المسيح اخرج منه. اعتراف مش من قلب، ده واحد ايه منظر من بره زي ما بولس بيعمل انا بعمل اخرج منه. فيقول وسب عليهم الروح، الرجل في روحه النجس، قال لهم ايه بولس انا اعرفه ويسوع انا اعلمه، اما انتم فمن انتم، انتم مين، انتم مين؟ عشان كده مش مجرد كلام ان احنا نقول اسم ربنا، ولكن هي فعلا انا ليا الحياه دي، بولس انا اعرفه ويسوع انا اعلمه، انتم مين؟ وعلشان كده الواحد محتاج ان هو هنا حياتي مجرد معرفه ان هو شخص المسيح، ان هو المخلص اللي جه مات علشاني، كلام حلو، وان جسده ودمه على المذبح، كلام حلو، طب وده تأثيره ايه في حياتي؟ ده عمل ايه فيا؟ هل خلاني ان انا فعلا حياتي كلها تتغير بحيث انا اعيش مع ربنا اللي هو اداني كل الحب ده، ولا مجرد هي معرفة، معرفة زي اي حد بيعرف حد كمعرفة، فلان ده الرئيس وده وزير وده كذا، لكن علاقتي بربنا ايه؟ هل انا باعمالي باشهد للايمان ده؟ كان مره احد الاباء سمعته بيقول لو احنا لينا حب بعضنا البعض بجد بجد بجد، يعني بيقول لك كان العالم كله بقى مسيحي، كان العالم كله. الناس بتتاثر لما تشوف محبه حقيقيه، تتأثر، أكتر حاجة تأثر فينا المحبة الحقيقية. كان مرة في قديس، كان في واحد راجل بستاني، يعني الراجل ده كان اسمه فوكا البستاني، وفوكا البستاني ده كان قصة دي برضه أقول لكم قصتين من أيام الشيوعية يعني، وده كان مسيحي في أيام الشيوعية، وتعرف إن الراجل ده مسيحي وكانوا بيدوروا عليه عشان يقتلوه، كان جنين يعني. فمهم على بال ما وصلوا له كان الليل جه خالص يعني، وصلوا لمكانه فبيخبطوا، فبيروح عايزين راجل اسمه فوكا، قال لهم ايوه انا عارفه بس الدنيا ليلت، فضلوا استريحوا ويقدم لهم حاجه واكلهم، وبعد الصبح كده لما طلع قال لهم انا فوكا. انا مين اللي قابل الاساءه بالخير؟ ده بيشهد للمسيح. ايه الايمان ده اللي غير القديس باخوميوس من الوثنية؟ ان هو شاف اهل اسنا لما عدى على اسنا وشاف اهلها اتصرفوا معاه ومع الجيش بتاعه ازاي، ازاي اكرمهم بمحبة وازاي اكلوهم وازاي ضيفوهم، مين دول؟ مين دول؟ وعلشان كده احنا لما تبقى لينا محبة بعضنا البعض الدنيا دي بتغير اللي حوالينا، بس محبة حقيقية جاية من ربنا في قلوبنا بحيث ان تظهر المحبة دي اللي تجذب الناس ان هم ايه ليهم المحبة دي. كان ايام الاستشهاد كده كان يقول انظروا كيف يحبون بعضهم بعض، انظروا، كانت اكتر حاجة ملفتة المحبة البعض.
يعترفون بأنهم يعرفون الله. بعترف أن أنا أعرف ربنا من خلال كل موقف وكل عمل في محبة نبع من قلب بصدق، ودي بتأثر. الاعتراف بربنا برضو اعتراف بالإيمان، الاعتراف بكلامه، ما نستحى بيه وبكلامي. أنا الوصية اللي باخدها بسمعها في الكتاب المقدس لما بعيشها أنا بعترف بربنا. الناس محتاجة تشوف فينا إنجيل مقروء، الناس عايزة تشوفنا يشوفوا مثل، مثل لأولاد الله. كان في قصة تانية قلت لكم أحكيها لكم، كان برضو أيام الشيوعية، كان في كاهن وبرضو كانوا عمالين يدوروا عليه، المهم إيه راحوا له، وساعتها دخل عليه ضابط كده ومعاه بندقية وحطها في راس أبونا كده، فلقى أبونا في كل هدوء ساكت خالص مفيش أي حاجة. قال له أنت مش خايف؟ قال له لا مش خايف. الضابط قال له أنا كان نفسي أشوف حد كده عشان أرجع لإيماني، لأن الشيوعيين دول كان أصلهم مسيحي، كان نفسي أشوف حد، كان نفسي أحس الإيمان ده صح، كان نفسي أحس إن فعلا ربنا يدينا عدم الخوف ده صح. الناس عايزة تشوف الصح، ربنا عايزنا إن احنا الناس يروا أعمالنا الصالحة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في البولس يقول لأن الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله، الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. اللي ينقض بروح ربنا ينقض، نلاقي يكمل يقول إيه، فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب أو يا أيها الآب أبانا. يعني اللي بينقادوا بروح ربنا هم دول اللي بيعترفوا بربنا. الإحساس كابن، كابن ده إحساس ما أجمله، إن أنا أحس إن أنا ابن ربنا وأتصرف كابن، ألاقي نفسي بعترف بربنا مش كعبد، مش كعبد، كابن محبوب لربنا، واحس بمحبه ربنا في حياتي، واحس ان انا ببادله الحب ده. اعترف بيه ايه؟ من خلال محبه، محبه الابن لابوه، من خلال ان احنا لما نقول له يا ابانا الذي في السماوات، ما يجب ان يكون عليه الابن لكي يشبه ابوه؟ من اعترف بيه بكلامي فاعترف بيه قدام ابي الذي في السماوات. في الكاسيليكون بيقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس. أعترف بربنا إزاي؟ أهرب من الشر. مين اللي يهرب من الشر ويخاف ويحس بضعفه؟ ده بولس الرسول قال لتيموثاوس أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، وكان أسقف تيموثاوس. اللي يعترف بربنا والإنسان اللي هو ما يعيش في مكان الشر، مش مكاني، مش مكان ابن ربنا، مش القعدة دي اللي أعودها، مش الكلام ده اللي أقوله، ده اعتراف بربنا. انسحابي من قعدة فيها كلام لا يليق هو اعتراف بالله. وجودي في المكان غلط، غلط، أنا كده مش بعترف بربنا. الاعتراف بربنا بإيماننا، إيماننا ده اعتراف بيه، إيماني وأنا قاعد لوحدي كده أنا بتصرف إزاي. الاعتراف ربنا مش هو قصاد الناس، الاعتراف بيه وأنا لوحدي وأنا في أفكاري اللي محدش يعرفها، أنا بعترف بيه ولا لأ؟ أنا بحارب كل فكر ولا بسيب أي فكر يتغلغل جوايا، ولا بصرخ، أصرخ ابعد يا رب، يا رب عني هذا الفكر؟ هل أنا بعترف بيه وأحس كده بوجوده، ومن خلال وجوده كده هستحي من أي حاجة ما تمجدش ربنا فيا كابن ليه؟
الاعتراف بربنا هي حياة، حياة، حياة تلقائية لحد عاش مع ربنا تلقائي. هو ما يعرفش غير انه هو يقول كلام ابوه، كلام ربنا، ما يعرفش يلعن، يعرف يبارك، يعرف يدي، يعرف يحب. الاعتراف بربنا زي اقول لكم هي حياتنا كلها اللي ربنا كان عايزه مننا. اذ نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعذبنا. احنا سفراء عنه، شكله، شكله. عشان كده نلاقي النهارده في من ضمن المزامير اللي اتقالت يقول قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، قد ارتسم علينا نور وجهك. عايزين نور ربنا يترسم على وجوهنا، خوف ربنا اللي في قلوبنا، محبتنا لبعض، جهادنا ان احنا نطرد عنا اي خطيه يخلي صوره